تبنت الدولة المصرية خططا شاملة ونهجا استراتيجيا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، من مختلف إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الصناعات، فضلا عن تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل. كما حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كافة المقومات. بنظرة عامة على المجمعات الصناعية، فإن المجمع الصناعي أشبه بمدينة صناعية لكن على مساحة أصغر، ويوجد به وحدات صناعية متكاملة مرفقة بالكهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة طرق داخلية، ويستهدف عدة صناعات متنوعة. وقد زاد عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعا عام 2021 مقارنة ب19 مجمعا عام 2013، وهو ما يؤكد أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية دعما لتوطين صناعة وطنية معينة لتعميق التصنيع المحلي وخلق آلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة. أهلا وسهلا بحضراتكم. الدولة المصرية بتتبنى مجموعة من الخطط الشاملة علشان تخلق بيئة قادرة على جذب الاستثمار الصناعي في مختلف محافظات الجمهورية. ده بيكون من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتكاملة، باعتبار أن المجمعات دي هي أحد أهم العوامل الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الصناعات. علشان نعرف أكتر عن خطط الدولة في قطاع إنشاء المجمعات الصناعية وازاي الجهود دي بتسهم في تشجيع الاستثمارات وتنمية مختلف الصناعات، احنا معانا في الاستوديو دكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور. وكلمنا عن فكرة فعلا انشاء المجمعات الصناعية، يعني ايه الفكرة من وراها وازاي ده بيسهم في التنمية الاقتصادية في البلد؟ هو بداية الصناعة قطاع مهم جدا بدأت الدولة تلتفت ليه اعتبار من 2015، لأنه أي دولة بتسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي عالي بتسعى إلى ما يطلق عليه التنمية المستدامة، اللي هو زيادة معدلات التشغيل، أقلل معدلات البطالة، إن أنا أجذب استثمارات في أي قطاع، فكان أهم هذه القطاعات هو قطاع الصناعة، فبدأت الدولة تتجه لهذا القطاع وتزود منه بشكل كبير جدا، بدليل أنه حجم مساهمة هذا القطاع قطاع الصناعة في الموازنة العامة للدولة ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي كنا 11.2% في 2013، وصلنا في 2015 إلى 12.2%، النهارده تجاوزنا 17.8%، إذا زدنا بحوالي 6% خلال في غضون 5 أو 6 سنوات تقريبا. القطاع الصناعة لما نتكلم عن قطاع الصناعة احنا بنتكلم على قطاع 28% من حجم العمالة في مصر، يعني تلت العمالة تقريبا بيشتغلوا في هذا القطاع. لما بنتكلم على قطاع الصناعة هو قطاع بيستوجب زيادة في حجم الصادرات، وبالتالي بدأت الدولة المصرية تهتم بهذا القطاع. النهارده حجم الاستثمارات التي تنوي الدولة إقامتها أو المتوقعة في الموازنة المالية الحالية اللي احنا عايشين فيها 2021 2022 126 مليار جنيه كحجم استثمارات، منها 16 مليار جنيه في استثمارات تحويليه خاصه بالبترول، والباقي 109 تقريبا هيكونوا في صناعات تحويليه. طيب بدات الدوله عشان توفر نقول المناخ او المناخ الامن لزياده حجم الصناعه، بدات تهتم ببيئه تشريعيه جيده، تهتم بمشروعات بنيه تحتيه، وكان من ضمن العوامل المهمه جدا ان يتم انشاء مجمعات صناعيه. المجمع الصناعي هو ما يطلق عليه كده مدينه صغيره فيها مجموعه من المصانع، المصانع دي مرفقه في بنيه تحتيه، في صرف صحي، بتشتغل بنطاق انها تكون باعمال او بصناعات متكامله، صناعات متشابكه موحده في هذه الصناعات، وليكن مثلا منطقه صناعيه او مجمع صناعي عن صناعه السيارات، فنلاقي صناعه سيارات والصناعات المغذيه اللي حواليها. فالمجمعات الصناعيه دي يعني موجوده في العالم كله. بدات الدوله، احنا كان عندنا في مصر حتى 2012 2013 كان 19 مجمع صناعي، النهارده احنا بنتكلم في 30 مجمع صناعي، يعني بزياده حوالي 57.9%. الزياده ديت هدف او الهدف الاساسي منها ان انا ازود اطلب ايدي عامله زياده، يبقى انا زودت معدات التشغيل، ان انا البي احتياجات السوق المصري من المنتجات، ان انا ازود حجم الناتج المحلي الاجمالي، ان انا اقلل الواردات المصريه. وكان الهدف من الدوله او الدوله بدات تهدف لايه؟ ان انا اوطن او ازود الصناعات مستلزمات الانتاج، عشان يبقى انا الانتاج اللي انا بنتجه او الصناعه اللي انا بصنعها بدل ما استورد المكون السلع الخاص بيها داخل، يعني مثلا لو بصنع تلفزيون بدل ما بستورد القطعه بقى واجي اعمل عمليه تجميع هنا او تصنيع مثلا 20%، لا المكون الصناعي نفسه ابدا الدوله تصنعه داخل مصر. فكان هدف اساسي ان انا اوطن تكنولوجيا واجذب استثمارات، لان معظم العالم او معظم الصناعيين في العالم والشركات الصناعيه وصناديق الاستثمار عندما تدخل في مجال الصناعه بتهدف الى صناعه من خلال مجمعات او مدن صناعيه متخصصه. ده بيحقق ازاي التكامل الصناعي والتصنيع المحلي يا دكتور؟ بيحقق التكامل من خلال ايه؟ المجمع الصناعي زي ما قلنا هو عباره عن مدينه صناعيه صغيره بيبقى فيها مجموعه من الصناعات. المجمعات الصناعيه في مصر المتواجده هي صناعات متكامله، بمعنى ان انا والله منطقه للصناعات البتروكيماويه، منطقه للصناعات البلاستيكيه، منطقه للصناعات الغذائيه، فبيبدا كل منطقه المصانع الموجوده هي مصانع مكمله لهدف واحد او بينتج منها يعني منتج محدد او مجموعه من المنتجات المتشابهه. فيبدا النهارده مصانع التعبئه والتغليف تتحط جنب مصانع مثلا البسكويت، تتحط جنب المصانع الخاصه بمنتج الغلاف، منتج الشوكليت، في الاخر اطلع منتج. نفس الكلام لو صناعه تلفزيونات او صناعه اجهزه كهربائيه او الكترونيه، يبقى هي فكره انها متكامله، ان بيتم توحيد المجمعات الصناعيه ان تكون الصناعات او المصانع الداخليه فيها في مجال واحد او في قطاع صناعي واحد. يعني كلمنا اكتر عن تبني الدوله المصريه لخطط يا دكتور عبد المنعم بتشجع او بتجذب الاستثمار، بتخلق بيئه جاذبه يعني للاستثمار. القطاع الصناعي زي ما قلت لحضرتك في الاول هو قطاع جاذب للاستثمار، والقطاع عشان احقق تنميه مستدامه واقول والله ان انا عندي يعني تحول اقتصادي وتحول حقيقي للاقتصاد المصري، لابد من اهتمام بالصناعه، والدوله بدات تهتم بهذا القطاع بشكل كبير جدا. طيب النهارده الهدف من الهدف ايه؟ او الهدف ان انا اعمل مجمعات صناعيه ايه؟ اولا تهيئه البيئه او المناخ الاستثماري لهذا القطاع من خلال مشروعات بنيه تحتيه، الطرق والكباري والمناطق الصناعيه، ان انا يكون في بيئه مناخ موجود، بيئه تشريعيه جيده جدا ان انا اقدر منها زي قانون 152 الخاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر، قانون 15 ل 2017 الخاص بالمناطق هيئه التنميه الصناعيه والتراخيص الصناعيه، قانون الاستثمار. فالهدف ان انا او العوامل اللي ساعدت الدوله انها توفر بيئه جيده، انها ايضا تعمل مناطق صناعيه، ولكن الاهم من ذلك اللي هو اللاعب بقى الاساسي اللي هو مين؟ القطاع الخاص. بدات الدوله تهتم من خلال مبادرات للقطاع الخاص، من خلال مبادرات بنك مركزي عشان ادعم قطاع الصناعه، ان انا اوفر ليه التمويل اللازم لبعض المشروعات الخاصه بيه، ان انا اصلا اعمل مبادرات في البنك المركزي عشان المصانع المتعثره او المصانع المتوقفه تبدا الدوله تحل هذه الاشكاليه عن طريق البنك المركزي وتخفيض المديونيه الموجوده على هذه المصانع واعاده تشغيلها من جديد. ايضا ان انا اوفر له قوانين زي قانون تعديلات القانون اللي تمت، قانون 76 الخاص بمشاركة القطاع الخاص للقطاع الحكومي في بعض المشروعات ومنها القطاع الصناعي، عشان يبدأ يكون هناك داعم حقيقي للصناعة من خلال القطاع الخاص. طب الهدف من ده كله ايه؟ العوامل اللي احنا قلنا عليها، ان انا ازود معدات التشغيل بتاعتي، ان انا ازود الاحتياجات الموجوده للسوق المحلي، ان انا اقلل الواردات، ان انا ازود الصادرات. احنا النهارده بنتحدث عن اجتماعات الكوميس اللي كانت بتتم، مصر النهارده بتصدر لافريقيا ب4.8 مليار دولار، منهم للكوميسا ب 3 مليار دولار. انا النهارده لو عندي توطين حقيقي للتكنولوجيا الاجنبيه داخل مصر وتكنولوجيا لبعض الصناعات، ان انا ممكن ازود الصناعه وازود المنتج وابدا اصدر جديد، يبقى انا هفتح افاق او اجذب استثمارات من خلال صادرات جديده للدول الافريقيه. يبقى انا مصر النهارده تقدر تصدر لل20 دوله اللي هم الاعضاء الموجودين معاها في اتفاقيه الكوميسا، او ل 52 دوله موقعه على اتفاقيه التجاره الحره. اذا اهتمامنا الدوله بالصناعه كان اساسه ان انا احقق تنميه مستدامه، ويعني ما يطلق عليه تنميه دائمه ومستدامه في الاقتصاد، واحقق معدل نمو اقتصادي عالي. ايه اهم المجالات اللي بيتم التركيز على انشاء مجمعات صناعيه بيها عندنا، او ايه المجالات اللي احنا محتاجينها كمان؟ طيب احنا اولا الاهتمام بالصناعه، احنا عندنا قطاع مهم جدا في الصناعه اللي هو البحث والتنقيب عن البترول، ومصر ده قطع فيه شوط كبير جدا مع الشركات العالميه زي شركه إيني والشركات بريتش بتروليوم وكثير من الشركات الأجنبية اللي بدأت تبحث. والنهارده حققنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، هناك بحث وتنقيب عن البترول في الصحراء الغربية وفي شرق المتوسط، ده قطاع مهم جدا. لكن عندنا قطاعات تانية الدولة بدأت تهتم بيها، مثل زي أو قطاع الأساس. احنا النهارده تم إنشاء مدينة، بقى مش مجمع، ده مدينة أكبر من المجمع، زي مدينة دمياط للأساس. عندنا زي مدينة متكاملة لروبيكي للمنسوجات، وده قطاع مهم جدا. والجلود، فالنهارده أصبح قطاع الجلود، قطاع المنسوجات، قطاع البترول، دي قطاعات مهمة جدا. عندنا دول قطاعات تستطيع الدولة المصرية إنها تحقق فيهم طفرات كبيرة جدا. دللنا على كده إنه قطاع زي قطاع الجلود، مصر كانت بتصدر للخارج حوالي 30 مليون دولار، النهارده اصبحنا 43 مليون دولار، فده معناها انه زياده بنسبه تقريبا 47%. طبعا مش هو ده النسبه المرجوه او المطلوب او الهدف، لكن على الاقل لما بدات الدوله تهتم بالقطاع ده بدا حجم الصادرات، بالاضافه الى تقليل السعر داخل الدوله، فبدا النهارده زياده في حجم المنتج. فاحنا عندنا قطاع الجلود، قطاع المنسوجات، عندنا قطاع الصناعات الغذائيه، وده قطاع مهم جدا وبدات الدوله برضه تحقق فيه طفرات، ومعظم المجمعات الصناعيه بدات تتوغل فيه بشكل كبير. لكن عندنا شيء لافت للنظر، ان النهارده احنا بنتكلم على 30 مجمع صناعي موجودين، بنتكلم على مدن صناعيه موجوده، معظمها او تركيزها ليس فقط زي ما كان موجود في الاول داخل القاهره وداخل العواصم الرئيسيه او المدن الرئيسيه زي الجيزه والاسكندريه، لا، النهارده احنا بنتكلم الوجه القبلي النهارده يعني بيستأثر بنسبة كبيرة جدا من المجمعات الصناعية، يمكن نسبة أكثر من 60% من المجمعات منشأة في الصعيد. النهارده هناك الدولة خلال هذا العام على ديسمبر بإذن الله وأول يناير تقريبا هيكون طرح ل6 مجمعات صناعية، كلهم أو معظمهم، واحدة بس في القاهرة و5 موجودين ما بين الفيوم، سوهاج، أسيوط، أسوان، فدول كلهم في الصعيد. إذا الاهتمام بالصعيد وتحقيق تنمية كان برضه هدف أساسي، إن أنا عشان أقلل الهجرة الموجودة من بعض المدن والمحافظات اللي هي أشد فقرا في الصعيد إلى المدن الأخرى الساحلية، لأن النهارده وجود منطقة صناعية داخل كل محافظة هيساعد إن أبناء المحافظة دول يجدوا الشغل وياخدوا يعني نسب تشغيل عالية داخل محافظتهم. إيه أهم الحوافز اللي بتقدمها الدولة دكتور عبد المنعم يعني لتحسين مناخ الاستثمار في التجمعات الصناعية أو المجمعات الصناعية؟ هو احنا في طبعا مجموعه من الحوافز، بس طبعا هو مطلوب اكتر منها. هقول لحضرتك الحوافز الموجوده حاليا. اولا الحوافز انه استيراد السلع الرأسمالية الخاصة بالآلات والمعدات لعمل أي مصنع بيتم سداد وفقا لقانون الاستثمار الجديد 2% فقط من الرسوم الجمركية المقدرة على هذه الآلات. تمام؟ انه ضريبه المبيعات او القيمه المضافه اللي بيتم سدادها في المنطقه الجمركيه تستطيع الشركه انها تستردها خلال عمليه التشغيل الخاصه بها. طرح الاراضي اللي بيتم في المناطق الصناعيه بيتم طرح سواء كان بحق الانتفاع او بحق التمليك بطرق وتسهيلات. النقطة الثانية المرافق او الوجود البنية التحتية داخل هذه المناطق الصناعية او في المناطق الصناعيه والمجمعات الصناعيه بيساعد ان انا ابدا اشتغل من دي 1 من اول يوم كده في التصنيع او عمليه التصنيع الخاصه بي. لكن ما زال هناك معوقات او تحديات بتواجه المناطق الصناعيه في مصر، بتواجه المجمعات، بتواجه الصناعه بشكل عام، ويمكن مجلس النواب أشار لبعض هذه المعوقات. وزارة الصناعة يعني عندها علم بيها وبتحاول يعني نقول إزالتها أو تجاوزها بشكل ما. منها التمويل. أنا النهاردة محتاج إن أنا أمول هذه الصناعات أو أمول أصحاب المشروعات. النهاردة معظم حتى البنوك اللي بتيجي تمول بتمول المشروعات اللي هي بقى لها سنة واثنين وثلاثة. طب أنا النهاردة مشروعات لما يطلق عليها ستارت أب، المشروعات الجديدة. أنا لو لدي فكرة وعندي دراسة جدوى وخدت مشروع وخدت أرض صناعية وبنيت المصنع، أنا محتاج إن الدولة أو البنك يمول لي داخل مصر بشكل جيد. ده للأسف الشديد مش متواجد تمويل الستارت اب إلا في بعض حالات منخفضة جدا وبعض بنك أو بنكين فقط في مصر اللي بيمولوه. أيضا إن هو عملية التسويق والترويج. النهارده دور الدولة من خلال مكاتب التمثيل، من خلال القنصليات التجارية، إن أنا أسوق للمنتج المصري، ويتم عمل معارض في أفريقيا في بعض الدول عشان أعرض المنتج المصري وأبدأ من خلال أزود الصادرات الخاصة بي. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، شرفتنا. شكرا ليك. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل يكون معانا الكاتب الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. استنونا.